إيران انخرطت في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل خطير وجدي هذه المرة، كل هذا أصبح واضحا من تفاصيل استخبارية نشرت على الواشنطن بوست الأمريكية. كما تلاحظون في 48 ساعة الماضية مسؤولين هما الذين صرحا لهذه الصحيفة، مسؤول عسكري كبير ومسؤول أيضا من إحدى دول الناتو. ما الذي تحدثوا عنه؟ قالوا بصريح العبارة بأن روسيا تحصلت وأخيرا ولأول مرة على الصواريخ البالستية الإيرانية وأصبحت بحوزتها وهي قادرة على استخدامها الآن ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك إلى أن إيران وافقت على إرسال شحنة جديدة من الطائرات المسيرة الإيرانية. معظم هذه الطائرات المسيرة هي من نوعية شاهد 136 المفخخة، نتحدث عن 6000 طائرة مسيرة هي التي ستصل إلى روسيا، بالإضافة إلى ذلك إلى أن البلدين اتفقا تماما على إنشاء مصنع لصناعة الطائرات المسيرة مثل شاهد 136، وستكون في منطقة معينة في روسيا وهي منطقة تترستان التي ترونها هنا بهذا الاتجاه، هي منطقة تترستان وستكون أيضا بإشراف إيران، أي أن الإيرانيين سيكونون متواجدين على الإشراف على هذا المصنع على تدريب الروسي وغيره مقابل ماذا؟ مقابل مليار دولار أمريكي ستصل إلى إيران كمدفوعات من هذه المبيعات الخطيرة للغاية، إضافة إلى ذلك إلى أن هنالك حوافز أخرى غير معروفة بحسب ما نشرته الواشنطن بوست الأمريكية. وهذا يعني ببساطة أن الفترة القادمة، خاصة ونحن نعلم بأن هذه المنطقة كلها دخلت في الشتاء القارس، أوكرانيا دخلت في الشتاء القارس، بالإضافة إلى أن روسيا أساسا بدأت بخطة كبيرة جدا عرفناها جميعا وهي ضرب البنى التحتية، ضرب منشآت الطاقة، محاولة تركيع أوكرانيا من خلال ضرب منشآت الطاقة، إنهاء الكهرباء، إنهاء التدفئة وغيرها من أجل إخضاع الأوكرانيين، وبعدها الروس ينهون الحرب بالشروط التي يريدونها، بشروطهم ستنتهي الحرب. هذا ما يبحث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الحرب، وبالتالي هو اختبار كبير لصمود الشعب الأوكراني واختبار كبير أيضا للمنظومات الدفاعية التي تحصلت عليها أوكرانيا والتي ممكن أن تتحصل عليها من حلف الناتو أو من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها في مواجهة ما هو قادم. ما هو قادم هو خطير وصعب. عندما نتحدث عن الصواريخ البالستية الإيرانية فهي ليست بالصواريخ العادية، سبق وأن سمعنا عن هذا التقرير في أكتوبر الماضي، الواشنطن بوست، كييف إنديبندنت، العديد من المعلومات الاستخبارية الأمريكية والأوكرانية تحدثت عن نوعيات الصواريخ البالستية الإيرانية التي سترسلها لروسيا لتستخدمها طبعا على أوكرانيا. أول هذه الصواريخ بحسب هذه التقارير هو فاتح 110 الذي يصل مداه إلى 300 كيلومترا، والصاروخ البالستي الآخر والأخطر هو صاروخ ذو الفقار الذي يصل مداه إلى مسافة 700 كيلومترا، وهذا ما ثبتته الواشنطن بوست من هذه التفاصيل التي ذكرناها. إيران وافقت على توريد ما يصل إلى 6000 طائرة مسيرة إلى روسيا معظمها من طراز شاهد. موسكو تحصلت أيضا على صواريخ بالستية إيرانية. هذا التقرير الذي نراه أمامنا هو يأتي بعد أيام قليلة، الأسبوع الماضي كنا أمام عدد من التقارير التي تحدثت بأن روسيا تطالب إيران بالمزيد من الطائرات المسيرة من نوع شاهد 136 المفخخة، لأن الطائرات المسيرة لديها قد نفذت، لم يعد لديها المزيد من الطائرات، وهذا كان واضحا من طبيعة المعركة وما يجري في الداخل الأوكراني، لم يكن هنالك ولم تكن هنالك كثير من اللقطات لهذه الطائرات المسيرة. أيضا تقرير آخر من The Guardian وضح بشكل واضح من مسؤول طبعا أوكراني، قال بأن إيران لم ترسل صاروخا بالستيا واحدا حتى هذه اللحظة، حتى يوم 6 ديسمبر كما تلاحظون ولا صاروخ بالستي واحد لروسيا، لأنها تتعرض إلى عدد من الضغوط. ولكن هنالك حديث، هنالك محادثات كما تلاحظون، talks are ongoing، هنالك مفاوضات، وبالتالي واضح جدا بأن إيران قد تحصلت على شيء كبير. وهنا نأتي إلى الحوافز التي تحدثنا عنها، فواضح جدا هي لم تتحصل فقط على مليار دولار من هذه المسألة، ولكن هنالك حوافز أخرى لا تزال غير معروفة من الصفقة التي تحدث منها تقرير الواشنطن بوست، من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وبناء مصنع في داخل روسيا لصناعة هذه الطائرات المسيرة. ما هي هذه الحوافز يا ترى؟ هنالك بعض الإشارات القادمة من البيت الأبيض تحديدا من جو
جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للأمن القومية الأمريكي في البيت الأبيض، قال: نشعر بالقلق من أن روسيا تعتزم تزويد إيران بمكونات عسكرية متطورة، وأن ذلك قد يشمل أنظمة الدفاع الجوي. وهنا بدأت الأوساط الغربية تتحدث عن منظومة الأس 400 الروسية. سبق وأن كان هنالك تصريحا للسفير الروسي في إيران في عام 2020 تحديدا في 5 أكتوبر كما تلاحظون، قال: لا مانع لدينا لبيع منظومة الأس 400 للإيرانيين. الإيرانيين استقتروا كثيرا على هذه المنظومة بسبب أنها ستقدم الخدمة الكبيرة لهم في مسألة حماية أجوائهم في ظل تهديدات مستمرة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في ضرب المفاعلات النووية. وأساسا روسيا سلمت هذه المنظومة لتركيا، وتركيا نجت تماما من كل الضغوطات الأمريكية. نتحدث طبعا عن الأس 400، وفي ظل التقارب الكبير بين إيران وبين روسيا، لما لا نبيع هذه المنظومة لإيران، خاصة ونحن عندما يتحدثون الروس أصبحت لديهم الأس 500، بالتالي الأس 400 أصبحت لم تصبح هي أقوى منظومة دفاعية يمتلكونها الآن، أصبحت ثاني أقوى منظومة دفاعية لهم، وبالتالي لنسلمها لإيران. على ما يبدو من خلال من كل هذه التفاصيل التي ذكرت، وهذا يعني بالنسبة لإيران تطور كبير للغاية، فامتلاكهم لهذه المنظومة سيشكل تحديا كبيرا حتى لطائرات الشبح الاف 35 التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. كل الطائرات البي 2 البي 52 وغيرها من الطائرات ستتعرض إلى تحدي. لم يكن هنالك ولم تكن هنالك مواجهة بين هذه المنظومة وبين مثلا طائرة الاف 35 الشبح لكي ندقق في هذه المسألة، ولكن الخبراء التقارير الغربية التقارير العسكرية تؤكد أن هذه المنظومة ممكن أن تسقط هذه الطائرات. وهذا يعني بأن هذه المنظومة إن دخلت إلى إيران، هذا يعني بأنها ستعبد الطريق للمفاعلات النووية الإيرانية، مثل مفاعل فوردو ومفاعل ناتانز التي طبعا يتم فيها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في المنشأتين. مؤخرا في منشأة فوردو تم رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وطبعا إذا ما تحصلوا على هذه المنظومة الدفاعية هذا سيعني من وجهة نظر الغرب بأن إيران ستقفز من 60% إلى 90%. أي تخصيب اليورانيوم بالنسبة العسكرية بالنسبة الخطيرة للغاية التي يخاف منها الغرب، أي نسبة الوصول للقنبلة النووية، لنصل إلى القنبلة النووية في ظل هذه التفاصيل. وبالتالي أيضا يجب أن ننتبه إلى أن كانت هنالك تقارير كثيرة تحدثت بأن إيران طلبت من روسيا بشكل مباشر بعض المساعدة في مسألة التقدم النووي، من تقارير نشرت من الوول ستريت جورنال في الشهرين الماضيين. وأيضا عندما نتحدث عن الصواريخ البالستية التي تحصلت عليها روسيا مثل ذو الفقار، مثل فاتح 110، هذا قد يفتح الباب لروسيا أيضا في عملية تصميم الرؤوس النووية ووضع تصميم معين في ظل الخبرة التي تمتلكها كأكبر دولة تمتلك الصواريخ والقنابل النووية على مستوى العالم. من الممكن أن تصمم وتسهل الأمر وتسرع الأمر إيران كيف تضع القنبلة النووية على الصواريخ البالستية لكي تصبح إيران خطيرة للغاية وتتقدم بسرعة للقنبلة النووية. وقد تكون إحدى الحوافز الأخرى أيضا من تفاصيل رأيناها من عدد من التقارير أن تقدم روسيا بعض الدعم لإيران لمواجهة التظاهرات في الداخل الإيراني. الكثير من السيناريوهات، الكثير من الحوافز التي ممكن أن تتحصل عليها إيران، ولكن الأقرب للحقيقة هي الأس 400 في ظل تصريح جون كيربي الذي تحدثنا عنه الآن. وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية في مشكلة حقيقية. أما أن تذهب إلى السيناريو الأصعب والأخطر وتتجه مباشرة لتقوم بضربة كبيرة للغاية على المفاعلات النووية الآن قبل وصول هذه المنظومات الدفاعية، أو أن تتجه مباشرة لضرب شحنة هذه المنظومات الدفاعية الأس 400 قبل أن تصل لإيران، وبالتالي تبقي الأجواء مفتوحة وتبقي إيران على نسبة 60% وتمنعها من التفكير من الوصول إلى 90%، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل القادرة على ضربها من دون وجود منظومة الأس 400. الكثير من السيناريوهات، ولكن هذين السيناريوهين طبعا هي السيناريوهات الوحيدة المطروحة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بالوصول للقنبلة النووية، ولا حتى إسرائيل على الأقل من الوعود الرئاسية ومن التصريحات الإعلامية
الكثيرة. هذه طبعا التفاصيل التي نتحدث عنها، وهذا التقرير الذي جاء بتسليم إيران للصواريخ البالستية الإيرانية لروسيا مع 6000 طائرة مسيرة من طائرات الشاهد 136 مع مصنع للطائرات المسيرة وغيرها، هي تأتي في فترة مهمة بالنسبة لروسيا. فروسيا في الفترة الأخيرة بدت وكأنها في نقطة الدفاع، بدت أوكرانيا هي التي تهاجم روسيا. مثلا في الأسبوع الماضي والأسبوعين الماضيين بدأت أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة من أجل استهداف القواعد الجوية الروسية، وبدأت بضرب القاذفات النووية ونجحت في ذلك. ضربت فعلا القاذفات النووية الروسية وتضررت كثيرا في ضربات في عمق الأراضي الروسية. أيضا كانت هنالك كثير من الانفجارات المستمرة الغامضة في الداخل الروسي، وتحديدا في العاصمة الروسية موسكو، في بيترسبيرغ، في عدد من المناطق حقيقة الروسية. على سبيل المثال قبل 48 ساعة كنا أمام انفجار غامض آخر أمام هذا المتحف، متحف بوشكين للأعمال الفنية في روسيا، انفجر بهذا الشكل الذي ترونه، وهو طبعا موجود في العاصمة الروسية موسكو. وأيضا كان هنالك انفجارا خطيرا للغاية في إحدى المتاجر أو إحدى متاجر التسوق الكبيرة الموجودة في روسيا. لاحظ الانفجار الكبير في أقل من 48 ساعة، كنا أمام هذه الانفجارات الرهيبة والخطيرة الغير معروفة غامضة، لا يعرف أحد ما الذي يجري. هل هي قوى في روسيا؟ هل هي على سبيل المثال عمليات أوكرانية استخبارية خطيرة للغاية تزعزع الكثير من الأوضاع الموجودة طبعا في الداخل الروسي؟ نتحدث عن متاجر، نتحدث عن مناطق للتسوق، نتحدث عن نقاط عسكرية سرية للروس، ولكن انفجارات ليست بالطبيعية بكل تأكيد. وهذه التفاصيل التي جاءت من هذا الانفجار الكبير الذي رأيناه الآن. كان الحديث بأن هذا الموقع هو يقع في نقطة وفي مدينة يطلق عليها هيمكي، وهذه منطقة طبعا هي تعتبر في العاصمة الروسية موسكو إلى شمال غربها تقريبا. واسم المول واسم المتجر للتسوق هو ميجا هيمكي مول، وتحديدا في مبنى يطلق عليه أو بي آي للتسوق على ما يبدو. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى هذه الصورة ستلاحظ بأن الأو بي آي موجودة هنا، دعونا نحددها. واضح جدا بأننا أمام الأو بي آي، واضحة جدا هذه البناية، وبأننا أمامها هنا هذا المبنى كان واضحا أمامنا، وهذا المبنى هو الذي كان يشتغل. إذا دعونا نذهب إلى هذه النقطة بما أنها معرفة وبما أنها سهلة لنرى كمية هذا الانفجار وحجم هذا الانفجار. الآن هذه هي موسكو، شمال غرب موسكو هي نقطة هيمكي، وهذا هو المتجر الذي تحدثنا عنه. بالاقتراب من هذه المنطقة تحديدا هنا، دعونا نقف في هذه النقطة تحديدا لكي نضع يعني نحاول أن نهبط إلى هذه المنطقة. بالهبوط إلى هذه المنطقة تحديدا ومحاولة أخذ رؤية بهذا الاتجاه سنجد بأننا مباشرة وبالهبوط بالقمر الصناعي نحن أمام الـ OBI فجأة، وهذه النقطة متطابقة تماما مع النقطة التي قمنا بالتأشير عليها، قمنا برؤيتها وتحديدها، لا شيء مختلف أبدا. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى اليمين قليلا فهذا هو المبنى الكبير الذي انفجر بالاتجاه مرة أخرى إلى اليمين. واضح أن هذا المبنى بأكمله هو الذي انفجر وهو الذي تعرض إلى ما تعرض إليه. وهذا يعني إذا ما ابتعدنا بالقمر الصناعي من هذه المنطقة فإن المنطقة المرتفعة الوحيدة هي هذه المباني، أي بما معنى أن التصوير الذي جاء من فوق لهذه النقطة والانفجارات التي شاهدناها كان يصور بهذا الشكل، وهذا يعني أن هذا المبنى بأكمله قد دمر تماما وسحق تماما من هذه الانفجارات. وبالتالي هذه الأسلحة الإيرانية التي نتحدث عنها الآن في تقارير وفي التقرير الكبير الذي نشر من الواشنطن بوست هو يفتح الباب لروسيا الآن لنقل المعركة إلى عمق أوكرانيا، لنضرب أوكرانيا مرة أخرى، وأن لا ندع المشهد ينتقل إلينا. لأن روسيا في الفترة الأخيرة بدأت دفاعية، بدأت ضعيفة وبدأت انسحابية، لكن الأمور بكل تأكيد قد تقلب مع هذه الأسلحة التي وصلت إليها.